الأخبار اللي يمكن ترددت مؤخرا عن وجود بعض المشاكل داخل نادي المريخ السوداني، بعض المشاكل قد تكون إدارية، بعضها قد يكون بسبب أزمات مالية. إيه حقيقة هذا الأمر، وهل ترى أنه ده ممكن يكون مؤثر بشكل أو بآخر على مشوار المريخ، خصوصا أنه هيفتتح مشواره في البطولة بمواجهة الأهلي في القاهرة؟ حقيقة دعني أقول لك بأن السودان يمر بفترة انتقالية، يجب أن نقولها بصراحة. يعني نحن شهدنا الثورة السودانية قبل عامين تقريبا، نملك العديد من المشاكل الكثيرة ليس فقط في كرة القدم. دعني أكون صادق مع الكابتن بأن كرة القدم لديها ارتباط كامل بالاقتصاد وبالسياسة وبالمجتمع. لدينا عدم استقرار كبير في السودان، وهو ما يؤثر كثيرا على فريق المريخ، سواء على المستوى الإداري أو على المستوى الكروي. ما يحدث الآن تغيير الإدارة في المريخ في الفترة الأخيرة، وهو أيضا ما جعل أن هناك تغييرات كبيرة داخل التشكيلة، وعلى الرغم من اللاعبين الشباب الذين يملكهم المريخ، ونعلم جيدا أن المريخ ظهر بمستوى رائع في السنوات الأخيرة. هي فترة انتقالية على الجميع، يعني على مستوى كرة القدم على الخصوص. دعني أقول لك بأن المريخ السوداني يحتاج إلى بعض الوقت حتى يجد التوليفة الكاملة ومواجهة الأندية التي قد تكون في هذه المجموعة، سواء كان الأهلي أو غيره. يعني قد يحتاج بعض الوقت، ولكن نعتمد على رغبة وعطاء اللاعبين داخل الملعب، وستكون هناك نتائج إيجابية. نتمنى أن النادي المريخي يكون قادر على تجاوز أزماته في أسرع وقت ممكن.